بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بزراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. دايما الإخوة بيسألوا هو نبات الخيار بيجيب كام كيلو خلال الموسم؟ للإجابة على السؤال ده هو أولا لازم يبقى عندنا شوية حاجات. القصة دي بتختلف من صنف لصنف، وإذا كان دي ما بتفرقش قوي يعني، بتختلف برضو من تربة لتربة، بتختلف من تكنولوجي البيوت نفسه، من تكنولوجي عالي هاي تكنولوجي لتكنولوجيا بدائية أو بسيطة زي البيوت البسكية أو المنخفضة، بتعتمد على السيزون أو الموسم بتاعي من الزراعة. تمام؟ وعشان نكون واضحين يا جماعة وأكثر دقة، يعني المفروض ما بنقولش فيش حاجة اسمها النبات يجيب كام، في حاجة اسمها الام سكوير أو المتر المربع بيجيب قد إيه. طب ليه إحنا بنقول متر مربع وما بنقولش نبات؟ لأن حضرتك المتر المربع أنا بقول البيت اللي أنا فيه ده هون ده 2000 متر مربع، تمام؟ جبت مهندس مزاجه عكر شوية فقال لي أنا أحط كثافة نباتية هنا في حدود 8000، تمام؟ في مهندس تاني رايق قوي وقال لي أنا بعبدل معمل الكمية المصاطب دي عندك، لا أنا هنزل شوية بالكثافة بتاعتي، ماشي؟ أنا هزرع النبات بتاعتي مثلا كثافته 75 من 100 متر مربع، تمام؟ يعني زي كثافة الطماطم كده في الأرض المفتوحة 5600 نبات في 4200 متر، تمام؟ فعشان المهندس ده مزاجه كده وعشان المهندس التاني مزاجه كده، فأنا بقول له شوف as you like اعمل اللي تحبه، ولكن في الآخر أنا عايز إنتاج. أنت بتقول لي والله أنا مش عاجبني قصتكم ديت وهزرع كثافة عالية، التاني بقول لي كثافة أنا بقول له أنا يخصني في الآخر إنتاج من 2000 متر المربع ده همت، إذن فحسبناها إم سكوير متر مربع للبيوت المحمية، بنحسبها بالمتر المربع علشان المزاجات اللي هي ماشية، تمام؟ طيب واحد يقول لي والله أنا طب المتر كام المربع؟ والله هقول لك المتر المربع هيختلف برضو من الشتاء للصيف، بس في حاجة الأصناف الشتوية دايما يا جماعة بتكون يعني سنجل فروت، يعني بتكون العقل ديت عليها واحدة بس، يعني عليها ثمرة واحدة بس، وبنربي طبعا على الأفرع الجانبية يعني بالشغل بقى كل مهندس وليه الشغل بتاعه، تمام؟ الصيف بتختلف، بتلاقي ممكن تلاقي 10 ثمرات، وأظن أنا وريتها لكم أكتر من مرة على النبات ده هو. طيب إذن فهم تقريبا، بس في المقابل أن الخيار الصيفي بينتهي بسرعة، عمره ما بيكونش طويل، يعني شورت سيزون موسم قصير، أما الخيار الشتوي بيبقى لونج سيزون أو موسم طويل. إذن فهم أنا أعتقد في رأيي الشخصي أن هم تقريبا يعني إلى حد ما متساويين، تمام؟ قد يزيد ده شوية ده شوية شوية، المهم القصة برضو تختلف معك على الحالة الصحية بتاعت النبات. انت عندك نبات صحي وما شاء الله وزي الفل، في نبات مش صحي مش هيكمل معاك، التربة، مستوى التغذية، يعني عوامل كتيرة هتدخل في القصة ديت. ولكن يا جماعة المتر انا بقول معاك من 15 متر المربع، معاك من 15 لحد 25 مرارا لحد 30 كيلو لو التكنولوجي عندك كويس، ودي مش كتير على فكرة، 30 كيلو في المتر المربع مش كتير. طب واحد يقول لي طب في النبات هنجيب كام؟ في النبات يا سيد الفاضل أنا هحسب لك النهاردة ثمرة الخيار تقريبا في المتوسط بتاعها، معاك ثمرة الخيار المثالية اللي هي بتتباع في السوق تقريبا بتوزن 100 جرام، معاك من 90 ل 100 جرام أو أكتر من 100 جرام كمان، يعني معاك من 90 لحد 110 جرام، ما فيش أي مشكل خالص، ما حدش يقول لي اللي بتوصل 125 دي مش هتتباع طبعا، تمام؟ بس المثالية يا جماعة من 90 ل 100 جرام دي بصراحة ممتازة جدا كثمرة يعني، تمام؟ طيب النبات ده هيجيب قد ايه؟ المفروض يا جماعة النبات ده هو النبات، انا قلت لك المتر، طب النبات هيجيب قد ايه؟ تقريبا في حدود برضو معاك من 8 ل 12 كيلو، وقد يزيد وقد يزيد، تمام؟ وقد يزيد دي 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 طبيعية جدا يعني. طب 8 ليه؟ انا بحسب يا جماعة عندي من تحت
لحد ما بطلع فوق. لو أنا عندي مترين ونص وقسمتهم السلمية، عندي طول السلمية عندي 20-15 سنتي مثلا، هوصل عندي 16 سلمية، وهنزل تاني وهوصل لحمل المحصول وهنزل تاني برضو هلاقي زيهم 16 سلمية، يبقى عندي 32 سلمية. ده هو تمام في 100 جرام 32 سلمية. لو أنا هطلع من كل سلمية بس بأربع سمار بالأفرع الجانبية بتاعتها أو خمس سمار، يبقى عندي أربعة يعني 150 سمرة تقريبا، 150 سمرة في 100 هتديني تقريبا 15 كيلو للنبات الواحد، هتديني 15 كيلو للنبات الواحد. قلت لك بطلع لفوق وبنزل، قول 30 سلمية عندي على الطلوع والنزول بتاعي، كل سلمية عليها 5، 5 في 3 ب 15 يعني 150 سمرة، ال 150 سمرة هحسب السمرة في 100 جرام هتديني. على فكرة هي بتدينا أكتر من كده كمان، بس إحنا بنتكلم في المتوسط، بس بلاش نرفع برضو. ده زي ما بقول لك بيختلف على التكنولوجي بتاعك، على مستوى التغذية بتاعتك، على الإدارة بتاعتك للمية والإدارة بتاعتك للتسميد. مش أي مهندس هيطلع الكلام ده كله تمام. لازم يكون النبات عندك زي اللي انت شايفه ده هو تمام، مساحة الورقة عندك عاملة ايه، اللون، السلمية، القصص دي كلها. يعني أنا ده هيوصل عندي الأكتر من كده. طب هيوصل عندي الأكتر من كده ليه؟ ارتباطا بالتكنولوجي اللي أنا بقول عليه، لأن أنا زرع أساسا صنف سنجل في شتاء، صنف قصدي ملطي صيفي زرعه في الشتاء تمام، وبالتالي مديني إنتاج عالي لأن أنا عندي دفايات تمام، أنا عندي دفايات، فبالتالي بزرع الصنف الصيفي في الشتاء أستفاد من الكميات العالية اللي في الصنف ده هوت من الثمار، وبالتالي بغذي كويس والأمور ماشية كويسة، فبالتالي بجيب إنتاجية كويسة تمام. نتيجة إيه؟ نتيجة إن أنا عندي التكنولوجي نفسه كويس. في مهندس الدنيا مش مساعدة هيشتغل على قده، بس مش معنى ذلك إن هو يعني في مهندس بيشتغل على قده تمام، ولكن بيطلع برضو إنتاج كويس مقارنة بالتكنولوجي اللي هو اتحط فيه تمام. فبلاش تقارن نفسك بيا ولا بحد تاني، قارن نفسك، الزرع بتاعك طالع كويس، الدنيا بتاعتك ماشية كويسة، إذن فأنت راجل محترم تمام. أهم شيء الأمراض بتاعتك، الكثافة بتاعتك تكون كويسة، الإنتاج بتاعك في الآخر يكون كويس. بس خد بالك في حاجة، في حاجة عندنا في الآخر بيسموها النت انكم، أو صافي الدخل عندك قد إيه حضرتك تمام. يعني أنت النهاردة ما تجيبليش إنتاج عالي وأنت مكلف أساسا تكلفة عالية، دي يعني هي قصص لو قعدنا نتكلم فيها مش هيكفينا فيها للمغرب، ولكن يعني إحنا بنحاول نبسط الأمور شوية. المتر المربع قلت قد يصل إلى 30 كيلو، 15 كيلو مش وحش تمام. النبات يصل من 8 معاك لحد 15 كيلو، ما فيش أي مشكل خالص في القصة ده هي، وقد يزيد عن 15 كمان تمام. الثمرة الخيار تقريبا في حدود من 90 ل 100 جرام أو 110 جرام، المتوسط بتاع الثمار بتاعنا. ياريت نكون استفدنا من دهوت، وطبعا هو في قصص كتير بس أنا حاولت أختصر لك علشان الناس اللي بتقعد تكلم فينا النبات الخيار المفروض بيجيب كام. وطبعا مش معظم المهندسين، لا العالم اللي هم الناس اللي هي شغالة عندها المهندسين، لأنه عايز يسمع كلمتين من عندي من على اليوتيوب يروحوا للمهندس بتاعه، لا ده انت ما جبتش انتاج، ده المهندس ده انت خليك أمين في نقل المعلومة، وقول المهندس ده عنده التكنولوجي بتاعه اللي هو وصل له شكله ايه، عنده دفايات بالليل، زرع أصناف ما عرفتش ايه، عنده الأسمدة من شركات محترمة غير انت ما بتجيب مثلا. كل الحاجات دي بتتاخد في الحسبان. بشكر حضراتكم وبتمنى المراسلات الواتس يا حضرات تكون على أو تختصر على الأمراض بتاعة النبات، بلاش برامج التسميد اللي بتزعل الناس مني وبتزعلني من الناس. بالله عليكم بشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.